قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. السلام عليكم، أنا نجالي سعاد، ساكنة في الرشيدية الثالثة بلوك أ رقم الدار 217. أنا عندي هاد البنت هاد نيتزات من كرشي وهي في هاد الحالة هكا، عندها النبولة خرجت لها تحت البوط ودرت لها العملية الأولى على عامين والعملية الثانية على 8 سنين، وهاد الثالثة هادي العملية الكبيرة ودرت لها 12 عام. ودابا المشكل اللي عندها العملية الأولى دخلوا ليها النبولة والعملية الثانية سدوا لها واحد العريقات باش مابقاش تطلع لها الميكروب الكلاوي، وهاد العملية الثالثة خداو ليها المصران ديالها وخيطوهم على النبولة باش يكبروها ليها، وملي كبروا لها النبولة صدق لها واحد لانفيكسيون ما تهبطش بحال الخزان، ميكروب ماشي هبطش ما كيداوش بالفاني لا شي، خاص ديما تمشي تدوز الدواء في العرق ديما 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 تتبطلوش. والتيوات كتخشي ثاني ها انت ها لافيكسيون هي كتخرج ليها بحال خطأ طبي ولا ما عرفش، انا هادشي ما فهمتش ليه الله اعلم. ها هي دارت كدرت تيو من هنايا وكتبون من هنا وعاود تدير ليك واش ها هما ها الحاله ديالها. ودابا الحاله ضعيفه واش نقولك ما شاء الله، وما عندناش باش نكونوا بها. بعدا بالنسبه لي انا حتى انا اللي هزيت المسؤوليه، باها انسحب من الصوره يعني مفارقه انا وياه دابا صافي. هو الحمد لله من نهار اللي عقلت هو القصه دي ما تقبلهاش، ولكن ما بقى مع الوقت مشى معاه بقى غادي كيتقبل، ولكن الضغوطات النفسيه والمشاكل بزاف غادي كتكبر بيناتنا يعني صافي. وحاليا صافي وصلت للمشاكل انا انفصلنا دابا على بعضياتنا صافي، ودابا هو انسحب من الصوره، بقيت غير انا بوحدي دابا مكلفه بجوج وليدات اللي عندي، عندي بنيه وليد، عندي دعاء وعندي اسلام. دابا هما اللي هزاهم دابا، ولكن انا مسؤوليه ثقيله شويه يعني، ديما كندير هكا وكنطلب الناس وكيساعدوني الله يرحم ليهم الوالدين، ما عمرهم تخلاو عليا. ولكن حاليا جاني هادشي ثقيل بزاف باش نهزو يعني، ليكوش وتيوت، وحاليا عندها شي تحاليل خاصها ديرهم باش تمشي تنعس، ما عنديش لا باش نمشي نركب باش نديها ولا باش نجي ولا والو، حتى حاجه ما عندي، ماديات ضعيفه بزاف يعني. انا الحمد لله تندير هادشي ديال الملوي وداكشي وكنعطي لواحد السيد الله يرحم لنا الوالدين، داكشي اللي قسم الله تتقسم معايا تنتعاون معاه. دابا المشكل انا ما عنديش اللي يعاونني، الله كريم، حتى الوالده ديالي اللي كانت تعاوني لا توفات ليا دابا 4 شهور دابا يعني بوحدي، حتى عييت نضرت هذه الحرفه هذه، واخا هي شويه صعيبه ولكن الحمد لله ميسره يعني. تندير البطبوط والملوي كنعطي لواحد السيده الله يرحم لها الوالدين، حيت عارفه عندي الولد الصغير والدريه ما يمكنش ليا نبرك بهم في الزنقه وداك الشيء يعني. اش كندير كنعطي داك الشيء قسم الله كتبيعوا ليا وكتجي في عشيه كنقسم انا وياها صافي، وداك الشيء اللي قسم الله كنجيب منه ليكوش وكنجيب منه هكا تيوات وهادشي يعني، هذا هو اللي عايشين به حاليا. ولكن دابا باش غندير لها التحاليل وباش نشري لها تيوات وباش وباش يعني بزاف هادشي يعني. انا كنتمنى شي حد يتدخل في هاد الحاله ديال بنتي ويجي يشوف الحاله ديالها والوراق، قسما بالله ما تنكذب، هما يجي يهزها ويشوف شنو كاين. انا ما درت بيا نلقى لها حل، راني كنتمنى اليوم قبل غدا، ما كرهش بنتي تشافى ليا، ما كرهش هادشي كاع اللي درتو لي انا، بحال انا خرجت على بنتي. كنقول كون خليتي غير هكاك دير ليكوش صباح وعشيه وكل ساعه ماشي مشكل. دابا انا بحال انا فكرت في نفسي بحال خرجت على ما عرفتش انا اللي متراسي، حتى هي ما بغاش دير لي هاد القضيه ديال تيوت، عيت معاها تصور من واحد الحاله وصلت لك مكرفسها باش كانت تديرو. الله يسمح لي الله يغفر لي فهادشي درت في الدريه، والدريه بحال تعقدات دابا راه هي انت راه حوايجها، هذا هو حالها ديما مسكينه ديما فازقه وهكا ديما خارج ليها هادشي، وها هو حالتها كيخرج ليها هادشي من بوطه. الحمد لله اللهم لك الحمد، انا ما دات بيا الله يرحم لكم الوالدين اللي باغي يساعدني. عندي ليكوش وعندي تيوات وعندي الخنيشات وحتى المصاريف باش دابا انا بغيت ندي غير تنعس في السبيطار باش دير غير ديبيوتيك ديال العرق، حيت ما تقدر ما تدوز حتى شي حاجه في الحلق ديالها ما كيهبطش لا الميك. دابا تدير الفاني تندير لها الفاني وندير لها السيروات ما تيهبطش لا الميكروب، الا ديتها وتنعستها تيديروا لها واحد تينامو الف وداك الشيء كيهبط لها بعدا شويه نسبه ديال الميكروب يعني، واحد الدواء كيهبط لها شويه الميكروب. وبعد النوبات ما
تلقاش لها كيفاش تنعال. انا حاليا قسما بالله ما عنديش حتى باش نمشي لكازا، وربي شهد عليا تحليله عندي والله ما عندي باش ندير. علاش التجأت نعاود ندير شي فيديو؟ الله وعسى الناس يشوفوني ويحنوا في دعاء. سلام، انا سميتي دعاء، عندي 13 عام، انا زادت بهذا الحال الحمد لله، وكنعاني بهذا المرض. كنتمنى المحسنين يعاونوني باش نتعافى نولي بحالي بحال الدريات ونلعب ونخرج ونقرا. حتى انايا كتخرجي تلعبي ما كتجيش من بلاصتنا، بغيتي تقراي ولا؟ بغيت نقرا، ولكن خاصني ندير سميتو استعطاء باش نمشي ندخل المدرسه، ومني كنخرج دابا برا الدراري كيبداو يضحكوا عليا. كيقولوا كيبداو يقولوا لي كدير ليك واش كيبداو يضحكوا. بغيت نولي طبيبة باش نعالج الدراري الصغار. الله يرحمني من الوالدين، اللي بغى يجي يشوف هالوراق ويمشي يسول الاطباء اللي بغى يديروها يديروا. انا والله ما تنكذب والله، وتا الاب ديالي اللي غيساعدني، احنا دابا وصلنا واحد المرحله اللي انا صافي كل كيعرف راسو، وانا هاز المسؤوليه دابا ديال الاولاد. راني تدعوا عاد المخزن، يلا هاد السيمانه غيخرج لنا الطلاق دابا. ما صاري كتقد تخسري على تقريبا والعملي شحال كيطلبوا في العملي؟ واش كاين شي امل انك باش تداو؟ شنو قالوا لك نفس السبيطارات ملي كديها؟ واش كيعطوك شي امال ولا ما كتعرفش؟ ملي كنمشي انا حاليا دابا فما كنمشي لبني رشد، لقيت دوك اللي كانوا متبعين معها الحاله ديالها كلهم حيدوا، كلهم مشاو داروا التخصص تاعهم، مابقاوش بنو ولاو غير ستاج واحد الدكاتره جوج، وكان ما متخصصينش في هذه الحاله. حاجه وحده كيمشيو يهزوها لي، الله يرحم لهم الوالدين ما نكذبوش عليهم، كيدخلوها كينعسوها على حساب الميكرو. شي حاجه اخرى على العمليه حتى حد ما كيقدر يتدخل. مره اللي سولت قالوا لي هذه الحاله هذه عندها واحد العمليه خاصها تسد من التحت وتبقى تبول من كرشها، يعني دوز البول من كرشه في لاسون ديالها، ولكن الا بقات هكا كديك الحاله قال لك غادي تسوطاو الكلاوي تولي في الدياليز. دابا القرايه ديالها دابا راه ما كاين لا قرايه لا والو، حيت هاد العام كله دوزاتو وهي ناعسه في الطبيب. كنجيبها هكا كنجيبها لجتها مثلا، غير طولت شهر تبركت هنا 15 يوم وما يزيد عليها، وهي ناعسه في بني رشد عبد الرحمن الهاروش، تما كتنعس تماكين. اما نيت الوريقات عادي كنبقى نديها والنعاسه، يعني اغلبيه الناعسه. غير هاد العام بطلات، يلا دابا غنمشي باش غندير لها استعطاف باش غنعاود هاد العام ان شاء الله ملي يبدا السنه الدراسيه اللي الله تبدا غندير لها استعطاف باش نرجعها تقرا وترجع بحال الوليدات. هادشي اللي بغيت ليها، وانا ما دات بيا كنت شافت لي، وما دات بيا كون شي حد يتكلف بها ويشوف الحال اللي يتكلف لها فليك ويشوف هادشي وتيوات وهادشي المصاريف ديالها وكلشي. الله يرحم لهم الوالدين، اللي بغى يتدخل واللي بغى كاع يخرجها برا انا مستعده نمشي ندي بنتي، ما عنديش مشكل عليها، غير تنطلب من الله يتعالج وترجع عاديه. اي دابا تعقدات ليا، تعقدات لدرجه ان كنحيد لها هادشي وكنقولها خرجي تلعبي مع الدراري، وكتخرج كتدخل من السرسطه هكا البول خارج لها من ليكوش واحد الحاله. تعاود ثاني تبدل الحوايج تعاودنا، وكنخليها تلعب في الزنقه باش تنسى مرضها. هيا شويه كيحطموا الدراري، وعندنا الدرب عندنا توا الدراري قباح وداك الشيء ما شاء الله وصافي، والحاله هي هادي والله ملك الحمد. ايوا انا دابا راه عايشه في دار والديا، كنت عايشه مع راجلي في براكه والحمد لله استفدنا، ومشيت واحد السيده بناتنا الدار وداك الشيء وسكنت معاه، يعني ملي طلعت الدار وداك الشيء سكنت معاه وداك الشيء، عشت بالحقيب بوحدي في ديك الدار، خرجت منها على قبل المشاكل وداك الشيء صافي، يعني ماشي هذا هو الموضوع ديالي. ودابا ها هو دابا ملي طلبت طلاقي هو قال لي الدار ما غتاخذيهاش وخداها، ودابا انا جيت خرجني من الدار ومرحي لي كلشي ودابا انا وياه مداعين وكلشي، وقال لي الدار ما غتاخذيهاش
ودابا قال لي تهديدات خايبين وداك الشيء، وقال لي غندير لك الشوها وغندير لك هذا الشيء، وتا بنتي راه كيقول لي غنخطفها لك. قد ما قلت نخطفها لك باقي عندي نيت الاوديوات. ما تيعاونيش، ما كاين الله ما كيعاونيش. دابا انا من نهار جيت لعند والديا هنا وما والديا متوفين غير خوتي، حنا كنا عايشين في هاد الدار ديال الوالدين، وراك عايشه معايا. قولي ماشي دار غير خربه، ولكن كما كان الحال انا عايشه وصافي. ودابا المشكل انا ما بقيتش باغا نشوف هادشي ديال الاستفاده، وخدا ليا داري وهادشي وكلشي. انا وليت نشوف غير من الحاله ديال بنتي، راه ما كيعاونني ما والو، وداكشي جعلني انا نطلب الناس يساعدوني، لان صعيب هادشي باش تكفل بيه بوحدو امراه، صعيب غير الا كان عندها شي مدخول ولا شي حاجه باش تعيش. اما انا عندي داكشي الملوي الله وليت نديرو، تتفارقت معاه هو الان باقي ما صيقش ليا الخبر راني كندير هادشي. كيجي هكا يدور يشوف بعيني من هنا من الدرب، وداكشي كيمشي في حالياته. حيت واش نقول لك، الله يهدي ما خلق، هادشي تنطلبو من الله يهدي ما خلق وصافي.